مجموعة بيور سكين الجديدة نازلة مخصوص علشان تحل مشاكل البشرة الدهنية. المجموعة معمولة من أوراق الريحان والبنتينول والشاي الأخضر، وده علشان يهدي البشرة، وكمان من أحماض البيتا هيدروكسي اللي هتخلصنا من الحبوب والدهون الزايدة في البشرة. المجموعة مناسبة لجميع الأعمار وللبشرة الدهنية، وهي مكونة من 5 منتجات. المنتجات هنا مناسبة لخطوات العناية اليومية، ومنتجات مناسبة لخطوات العناية الأسبوعية. بالنسبة لخطوات العناية اليومية، عندي أول خطوة وهي المنظف، والمنظف هنا رغوي هيخلصنا من الدهون الزايدة اللي في البشرة. تاني خطوة وهي خطوة التونر، والتونر هنا قابض للمسام وفي نفس الوقت هيقلل احمرار البشرة. أما تالت خطوة فهي خطوة اللوشن، واللوشن هنا هو المرطب بتاع البشرة وفي نفس الوقت هيقلل لمعان البشرة. أما بالنسبة لخطوات العناية الأسبوعية فعندي السكراب والماسك. السكراب هنا هيخلصنا من كل الخلايا الميتة اللي بتبقى موجودة على البشرة. أما الماسك فهو ماسك الفحم اللي هيخلصنا من البثور السوداء وكمان من الدهون الزايدة في البشرة. لو بشرتك دهنية وبتعاني من الدهون والحبوب الزايدة في البشرة، مجموعة بيور سكين الجديدة هي الحل المثالي لبشرتك.